الموج وين بياخذنا وين بجيبنا ما بنعرف، بمعرف السباح، ماسك البيدوني بيدي. ضلينا 3 أيام بالبحر، كيف حسب الموج، كيف الله سبحانه وتعالى، نحن ميتين والله من عندك أكرم علينا. صار في عطب المركب وطفى الموتور والموج كان كتير قوي وقلب المركب. كنت لحالك؟ لا، انا مع عيلتي وثلاث اولاد ما بينوا لهلا، وحتى بالجثث اللي عم تيجي ما حدا قال لي عن شيء وما عم نقدر نوصل لشيء لحد الان. هنا وصلنا على شواطئ طرطوس تقريبا، اجى مركب طلعنا انا والشباب كلنا مع بعض وجونا على المستشفى. بس بعملها كان معنا جاكيت الانقاذ، واحنا ورب العالمين هو بيسهل وبيسر طبعا كل شيء بيد رب العالمين. اللي له عمر طبعا في مثل انا بقول اللي له عمر ما تقتله شدي. نحن غرقنا من الساعه 9 الصبح نهار الاربعاء، ضليت بالمي لتاني يوم نهار الخميس الساعه 9 المساء. انا سبحت ما يقارب ال 13 ساعه ومعي شخص كنت عم بحاول ساعده، بس قدر الله وما شاء فعل ما قدرت اوصل فيه على البر، لانه يعني بحالي وما كنت عم بقدر اخلص، فكانت صعبه جدا انه اقدر اطلع، يعني ما يقارب 13 ساعة بالمي لو وصلت على الشط سباحة، هدول سحبة وحدة.